البطوله. وان شاء الله كنتمنوا من الجمهور، الجمهور كيطالبوه منا حنا، حنا الجمهور راه غادي ندخلوا دابا نساندوا الفريق ديالنا، ولكن انا امنيتي هي نشوف كاس العرش ان شاء الله مزيان ضد اطلس خنيفرة، والبطوله راه باقا بعيده، وكنتمنوا حنا والوداد تكون حضره روح رياضيه ما بين الجمهور وما بين كل شيء ان شاء الله. حنا كنتمنوا الفريق كبير، والفريق اللي بغى يكون كبير خاصو الالقاب، وان شاء الله هذا العام ان شاء الله يكونوا البوديوم ديال كاس العرش يكون ديالنا ان شاء الله يا ربي، وديما دفاع. اخا اسمع، مكتب مسير اول حاجه يكون اللي باغي الالقاب فهمتي، والجمهور الحمد لله هو كاين باش نديو الالقاب وكل شيء اخويا، والله هادشي اللي كاين. كنبغي الفرقه ديالنا من الاخر، كنبغي الفرقه ديالنا وكنمشيو معاها فما مشاش نتبعوها. خاصها تكون المنافسه بعدا اول حاجه، المنافسه تكون شريفه واللاعب يكونوا في المستوى، الشيء اللي كنطلبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كعرف جميع فرق الدفاع الحسن جيت تقدم واحد المقابله في مستوى في مقابله كاس العرش. بطبيعه الحال حنا كنطمحوا اننا نفوزوا باللقب، ما عندناش فرق سهل كما كيقولوا فريق اطلس خنيفرة الاقصى، يعني فريق نهضه الزمامره. غادي نحاولوا اننا نستغلوا الفرصه وندوزوا للمرحله النهائيه، اللي بيان سيغ جميع الجديدين متعطشين انهم يفوزوا بالنهائي، وحنا عازمين اننا نجيبوا اللقب الثاني مدينة الجديده، وغادي نجيبوا ان شاء الله بعزيمه الرجال. خاص اللاعبين، خاص التسهيل الاداري، شو ان شاء الله يكون شو هذا العام، كنتمناو يا ربي يكون مزيان. حاجه ديما لاعب كنجيبوه كيطلع معنا حنا 4 سنين 5 سنين، لاعب كياخذ الاحتراف ديالو كيزيد، ما عمر شي لاعب حنا عقلنا عليه ضرب معنا 4 سنين 5 سنين وهو محترف، وحنا بعد هذا العام بعدا بالنسبه لي انايا كنطلب من اللاعبين وبادو الزاكي عطانا الخطوه الاولى هو كاس العرش، هادشي اللي باغيين الحمد لله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.